السلام عليكم أستاذ وسام. هاي الصفقة دخلت فيها البارحة، عملة اسمها باند. أبغى أوريك وين وصلت العملة. العملة لا الحمد تقريبا وصلت الهدف، وطبعا الناس ممكن ما تفهم ليش توقعت الصعود وليش احتمال أتوقع في مجال الهبوط، كله باستراتيجياتك واستراتيجيات الدورة ولله الحمد. وأنا مكمل 5 شهور يعني أستاذ، أنا مستغرب من الناس يعني اللي بعدها تتداول بالعواطف والدعوم ومقاومات وغيرها، وهذا شيء قدامهم يعني. هذا تاريخ اليوم 8/12. شكرا أستاذ. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين لهذا اليوم. لكن قبل البدء في تحليل البيتكوين، ادعوكم للاشتراك في قناة التليجرام المجانية. هذا هو رابطها، تجدونه في صندوق الوصف، تضغطون عليه مباشرة. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مقلدين. هناك نصاب كتر يعني يريدون النصب عليكم، فانتبهوا. الضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف مباشرة، عندما تضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا هذا الأخ، يعني اليوم 8 جانفي، يقول في 7 أيام، فقط في 7 أيام يحقق 1562 دولار. هذا شيء جيد انطلاقا من الدورة، شيء جيد. كذلك هذا الأخ يقول طلاب مدرسة المنطق يتداولون في الموجة التصحيحية للتصحيح، بوم، وبأقوى عملتين. شكرا من القلب للأستاذ وسام. إذن كما تلاحظون، هذا الأخ يقول كذلك تم استرداد مبلغ الدورة من صفقتين، شكرا لك بنجم السماء وبارك الله في علمك، بوم. كما تلاحظ يعني أرى المشاركين في دوراتنا التدريبية يوميا، فبالتالي يعني هذا يثبت قوة دوراتنا التدريبية. كذلك في هذه القناة المجانية نضع شهادات مشاركين في دورة التدريبية صوت وصورة، وكذلك نضع آخر عروضنا وهي العرض الذي تحصل فيه على دورة التحليل الموجي زي دورة البرايس أكشن، فقط 197 دولار. ثم بعد ذلك تحصل على شهر مجاني من قناة التحليلات اليومية، ساعة معي مباشرة يوميا من الاثنين للجمعة، نحلل فيها كل الأسواق. وكذلك تحصل على شهر مجاني بالإضافة إلى الدورتين، تحصل على عرض مجاني لشهر كذلك من قناة، من مجموعة المناقشات التابعة لقناة التحليلات اليومية. إذا هذا كله باكيج تحصل عليه ب 197 دولار، هذا عرض كله لا ينفصل. إذا أردت الاشتراك في هذا العرض، الرابط في التعليقات مثبت، أول رابط في صندوق الوصف، أول رابط تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام، أنا الذي أجاوبك. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة الجديدة، قناة العلم يعرف الكاذب باليوتيوب، قناة المباشر العلم يعرف الكاذب المباشر باليوتيوب. وصلنا إلى 4480 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. الرابط مثبت، ثاني تعليق في التعليقات. تحذير: التداول من خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية، تضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة المعرفة الكاذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. طيب، ماذا لدينا في البيتكوين؟ بالنسبة للبيتكوين لا زلنا في هذا التصحيح، قد يكون رانين، قد يكون اكسباندين، قد يكون رانين، قد يكون اكسباندين. ماذا أقصد بذلك؟ يعني قد يكون رانين، يعني يعطينا نفس طول هذه الموجة وينزل، قد يكون اكسباندين وينزل. الآن ماذا قلنا؟ قلنا لكي نبحث عن النزول، لا تفكير في النزول إلا إذا وصل السعر لهذه المنطقة هنا، مستوى 16422. إذا ليس هناك نزول، الصعود حد الساعة لكي يبحث عن الصعود، هذا هو مستواي، مستوى 17148 دولار. أحتاج إلى أن يصعد السعر بقوة ويصحح، وهذا هو صعودي، كسر القمة، تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن. هدفي سيكون نفس طول هذه الموجة هنا، يعني مستوى 18000 دولار. تمام، هذا بالنسبة للصعود. إذا ليس لدي صعود، هل ممكن أن ينزل البيتكوين من هنا ويكسر ويدخلك في صفقة بيع ثم يعود؟ نعم، إذا حصل هذا الأمر ونزل السعر سيصبح جداري للصعود هنا هذه المنطقة مستوى 17000 دولار، أريد أن يعود السعر بقوة ويصحح، وهذا هو صعود.
إذا قد يتم سيتم تحويل الجدار من هذه المنطقة أو من المنطقة التي سنبحث فيها عن الصعوبة من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة إذا حدث هذا الأمر. لكن كما قلت بالنسبة لي أنا للبحث عن النزول، ليس هناك نزول حاليا، لا يمكن البحث عن النزول، هذه الحركات هذه كلها لا تهمني. إذا لم أصل إلى هذه المنطقة وأصحح وأحصل على تصحيح يكون أكبر من هذا التصحيح، لست مهتما بالنزول حتى ولو نزل وكسر القاع. خليه ينزل يكسر القاع ومن هنا أبحث عن الصعود الاستثماري. إذا الصبر مهم جدا أصدقائي، الصبر مهم جدا. شيء ثاني يجب أن تفهم أنه في هناك قاعدة تقول، قاعدة تقول أنه تنتظر ل 90% وتتداول فقط ل 10% من الوقت. انتبهوا لهذا الأمر، هناك ناس مع الأسف مبتدئين يخسرون أموالهم لأنهم كل مرة يفتحون الشرط يريدون أن يتداولوا، وهذا خطأ. تنتظر لمدة 90% إلى أن 90% من الوقت إلى أن تحصل على الصفقة المناسبة، وتدخل عندك 10% من الوقت تنتظر أو تدخل في الصفقة وتخرج، يعني حتى وقت بقائك في الصفقة يكون وقتا محدودا. لاحظوا الموجات الدافعة، يكون وقتك في البقاء في الصفقة وقت محدود، بوم وتخرج. أما التصحيح إذا دخلت في التصحيحات فستبقى في التصحيح لمدة، وليس وهذا ليس هدفنا، لأنه كلما بقيت في التصحيح كلما كان هذا خطر، لأنه كلما جلسنا في السوق كثيرا كلما كان خطر علينا، لا نريد ذلك. إذا أنا الآن هدفي هو أن ينزل السعر يصحح تصحيح كبير أكبر من هذا التصحيح ليلغي لي هذا التصحيح وتصبح هذه كلها موجة واحدة، لأبحث عن النزول. أما الصعود لكي أبحث عن الصعود حاليا ليس هناك صعود، لاحظوا هذا تصحيح، هذا يقول أنه ممكن ينزل لمرة أخيرة ثم يصعد ويصحح، وهذا صعودي، كسر مستوى هذه القمة وحول خسارة إلى بريك إيفن، وانتظر هدفي عند 18,000 دولار. تلاحظون؟ إذا يجب فقط الانتظار والصبر عليه، نحن في تصحيح، لاحظوا هذه الحركات، هذه حركات تصحيحية ليست بحركات قوية، تلاحظون؟ الفرق بين الحركات التصحيحية والحركات القوية، لاحظوا الحركات القوية ليس هناك تأخير، ولاحظوا يمشي السعر يمشي بطريقة أفقية، بالتالي هذا يعتبر تصحيح. لا يمكن أن أتأكد أو أقول أنه ليس تصحيحا إلا إذا نزل كسر هذه المنطقة وصحح، هنا نعم، غير ذلك ليس لدي لا شراء ولا بيع. إذا عملنا تصحيح ونزل أوكي، هنا سأقول أوكي جميل جدا، أرجع إلى هذه المنطقة بقوة ثم صحح، وهذا هو صعودي لكسر القمة ثم إلى مستوى 18,000 دولار، وسيكون هذا هو ماذا؟ نموذج expanding للصعود. للنزول انزل إلى هذه المنطقة، هذا التصحيح سيكون مساوي لهذا التصحيح، أوكي أعطني تصحيحا أكبر من هذا ومن هذا حتى تكون هذه كلها موجة واحدة، أعطني تصحيحا أكبر هنا، لكن بعد كسر هذه المنطقة مستوى 16,400 دولار، وبعد ذلك هذا هو نزولي، سأخذ مثل هذه الموجة هنا بكل بساطة وبكل سهولة وأنا مرتاح. لكن كل مرة أدخل أضغط على زر الشراء أو كل مرة أدخل أضغط على زر البيع فهذا خطأ وخطر، وقد يؤدي بك إلى خسارة أموالك، ونحن لن نريد هذا، نريدك دائما أن تكون مستفيدا ورابحا كما يفعل الإخوة المشاركين في دوراتنا التدريبية. بالتالي إذا أردت أن تستفيد أخي الكريم وتصبح من 5% الناجحين وتفكر بطريقة مختلفة عن الآخرين، هذا هو العرض المناسب لك. الرابط في التعليقات مثبت، أول رابط في صندوق الوصف، أول رابط تضغط عليه وتتحدث معي مباشرة على التليجرام الذي يجاوبك الخاص. لا تنسى من هدفنا وتعليمكم، وأنا أعلم بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.